Let's ask let's press conference. You talk about the press about the league. لا واحدة واحدة ماشي. في المؤتمر اللي فات في ماتشات الدنيا اتكلم عن قضية محمد هاني اللي حصل فيها اختراق اللي اتضرب منها وحصل فيها اختراق كام مرة. النهارده بنشوف اسلوب مغير خالص بتطور جدا النهارده محمد هاني المستوى تاني موجود حتى كمان بعد عودة اكرم خفيل هو كان مصر على وجود محمد هاني في الحته دي. لا خلاص واحدة واحدة اوكي تكنيكلي لاست بريس كونفرنس ذن ذا جيم اوف ذا وادي دجلة يو توك اباوت يو هاف ا ويكنس ان ذا بروبلم ان ذا سايد اوف محمد هاني ات ذيس جيم يو كفر ذيس اند يو سولف ذا بروبلم اند سي محمد هاني از ون اوف ذا مان اوف ذا ماتش اند ون اوف ذا بيست بلاير ان ذا تيم هاو ديد يو ميك هاو يو ارينج تو سولف ذيس بروبلم and even Akram Tawfiq didn't give him the chance or give you keep محمد هاني give him the chance and today he was one of the best players of the match. السلام عليكم. Yeah, look, what's important in football is to find solutions. المهم في كرة القدم أن توجد حلول. Football will always, any match will always give you question mark on your team. دايما كل مباراة تلعبها في كرة القدم بتعمل علامة استفهام على فرقتك. You can ask all these big coaches, Pep Guardiola and whatever. There's always a question mark on your team. كل فرق المدربين كبار زي جوارديولا كل المدربين تسألهم دايما تلاقي في الماتشات كل ماتش فيه علامة استفهام أو حاجة معينة بالنسبة للفريق. What's important is what he just said that now Hani played better tonight. المهم إذا حضرتك فضلت وقلت إن هو هاني النهاردة لعب أفضل الماتش اللي فات. هي في عليك المشكلة. And that's what we want. وده اللي إحنا محتاجينه. There's a lot of positives tonight. إحنا عايزين مفيش حاجات في حاجات إيجابية كتير النهاردة. Positives. We scored 4 goals. سجلنا 4 أهداف. The challenge we have of scoring 2-0 and then we have stress. We scored the third and the fourth. كان دايما عندنا ضغط بنسجل 2-0 ويجي فينا أو حاجة مضغوطين سجلنا الثالث والرابع وأمننا المباراة. We managed to give other players a chance to play because of overload. وقدرنا طبعا عندنا زحمة فقدرنا لعيبة ثانية لما كان كسبان أهداف كبيرة نزلت لعيبة ما كانتش بتلعب خدت زمان مشاركة. But it was not even one of our best games. لكن برضه مش من افضل ماتشاتنا. We might have scored 4 goals. لو سجلنا 4 اهداف برغم ان سجلنا 4 اهداف. You ask me, am I happy with the performance? No. تسالني انا سعيد برغم 4 اهداف عن الاداء؟ لا انا مش سعيد عن الاداء. But I'm happy with the results. لكن انا سعيد بالنتيجه. And what matters most now? والاهم دلوقتي is the results. هو النتيجه في المرحله دي اهم حاجه هي النتيجه. Yes, but we didn't play well. لكن ما لعبناش كويس قوي زي ما قلت. We missed a lot of chances. هدرنا فرص كتيره. But you have to focus on the positives. بس لازم نركز على الايجابيات. اوكي حد يسال سلسله ثاني حتى ثانك يو اتفضل استاذ حسين بصوت محمد حسين محمد حسين تيك ذا بينالتي شوت ذا بينالتي از اكسبشن تو بي ا سكور او از ا نورمال يو ويل بي ويل علي ديسايدد تو جيف هيم ذا بول هو علي معلول المفروض هو اللي بيشوط نمره واحد ويعني قرر ان يديله وهو يلعب ادى شريف يلعب شريف از بين سكورينج جولز وشريف بيسجل اهداف سام تايمز ذا كوتش يو دونت جيت انفولف ايفري وير ففي حاجات المدرب ما بيتدخلش فيها بيسيب اللعيبه تقرر ده ما بين اللعيبه ما لناش دعوه لاست تايم علي جيف ذا بينالتي تو بدر كان مره ده علي ده ضربه الجزاء لبدر اند بدر سكور وبدر سجل منها سو اتس بيتر تو هاف ذا بلايرز هو جيف another one a penalty than for them to fight for the penalty who scored the penalty. افضل ما تلاقي لعيبه تحب تدي زميلها يلعب ضربه جزاء احسن ما يتخانقوا بينهم بعضهم مين اللي يلعب مين اللي ينفذ ضربه الجزاء. Again that is a positive. فده برضه دي حاجه ايجابيه ثانيه برضه غير الحاجات اللي احنا قلناها. اوكي؟ اي اسئله اخرى من اي حد؟ شكرا جايز. شكرا.